بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام التحية المباركة من الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأنزل القرآن والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شكرا لرئيسة الجلسة سيادة الحكام أصحاب العدالة والحكام سماحة الحاضرين والحاضرات أكرمكم الله جميعا أيها الإخوان الأعزة قبل أن أتكلم أود أن أشكر رئيسة الجلسة هم الذي أعطاني فرصة غالية لأتكلم بين أيديكم تحت الموضوع مسؤولية الأبناء نحو الوالدين أيها الحاضرين والحاضرات من المعروف لدينا لكل الإنسان الأسرة يحب كل فرد أسرته حبا جماً ويحتم بها اهتماما شديدا ويتمنى الأسرة السعيدة في الحياة لا شك ولا ريب إن للأبناء مسؤولية نحو الوالدين فالآن سأتحدث عن المسؤولية الأبناء نحو الوالدين خاصة بالنسبة للطلاب استمعوا جيداً أولاً يجب على الأبناء أن يجتهدوا ويتقنوا في الدراسة لنيل النجاح والممتاز في كل الامتحان وجدير بالذكر إن هذا النجاح الباهر سيساعد أفراد الأسرة لا سيما الوالدين النجاح في الأكاديمية صيداماً لساعدة الأسرة في المستقبل ثانياً يجب على الأبناء أن يطيعوا أو أمر الوالدين واجتناب نواهمهما علينا أن نعاشرهما معاشرة حسنة كتكلم باللطف ونساعدهم في البيت كتنظف الساحة البيت وغسل السيارة وغسل الصحن في المطبخ قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا سورة الإسراء ثالثا يجب على الأبناء أن يحاولوا ليكونوا الأبناء صالحا وناجحا في الدنيا والآخرة علينا أن يدعوا دائما لساعدتهم الأبناء كالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا فخلاصة يجب على الأبناء يؤدي الواجبات والمسؤولية نحو الوالدين أداء تاما نظاما السعة والسلامة في الدنيا والآخرة أكتفي بهذا الكلام أستغفيكم من كل خطأ والنسيان أشكركم على أحسن استماعكم إلى اللقاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته